يقول البعض من الناس إن الرد على المخالف مصادرة للرأي الآخر وسبب للتفريق بين المسلمين، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ الله جل وعلا رد على المخالف بالقرآن الكريم، ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد عليه الأئمة والعلماء. فهل معنى هذا مصادرة الرأي؟ هذا معناه بيان الباطل والرد على الباطل وبيان الحق، وهذا لا بد منه، هذا لا بد منه، لا بد من بيان الحق ورد الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم.